حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ختام مهرجان الملك عبد العزيز الإبل وتدشين القرية السعودية للإبل والذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى موقع مهرجان الملك عبد العزيز الإبل، اطلع الملك المفدى وخادم الحرمين الشريفين وضيوف المملكة على مجسم مشروع القرية السعودية للإبل الذي يضم مدخل الإبل المزايين وميادين المزايين وخيمة تعاليل وسوقا ومزاد الإبل ومسار تفويج الإبل. وأشاد جلالة الملك المفدى بهذا المهرجان التراثي الذي يعكس حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على كل ما من شأنه دعم وإحياء التراث والتاريخ السعودي العريق والمحافظة عليه وإظهار ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ الجزيرة العربية، متمنيا جلالته للأشقاء في المملكة العربية السعودية كل التوفيق والسداد واستمرار النجاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، سلمان الوطن والأمة والأصالة والمستقبل، أصحاب السمو وأصحاب الجلال، أصحاب السمو أصحاب الفضيلة والمعالي، الضيوف والمشاركون والفائزون والمنظمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأتم التاريخ يا سيدي ووعيتموه، وبفضل المولى ثم حكمتكم أعدتم لوطننا وأمتنا الفخر والتفاؤل. صنعتم التاريخ بالتحول الذي حدث ولن ينسى. ركيزتكم أساس الدولة، وعمقكم دين وحضارة، وسندكم شعب مخلص. بالأمس كانت الإبل عماد، ووفيتم لها اليوم بتحول حقيقي يليق، تحول في الجائزة والمكان والتنظيم والمهرجان، تحول حول بيوتا إلى اتجاهات رزق كثيرة، وأنعش سوق الإبل وأحدث حراكا اقتصاديا تجاوز ملاك الإبل إلى منظومة واسعة في المجتمع. واليوم تضافرت جهود أمنية وبيئية وبيطرية وتنظيمية وإعلامية
ليصبح مهرجان الملك عبد العزيز الإبل رائدا ومميزا وخطوة للمستقبل. الشكر لله أولا ثم لمقامكم الكريم على الدعم والرعاية الغالية لمهرجان الجميع، مهرجان الوفاء والاقتصاد والمجتمع والتراث مهرجان الوطن. والشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تسخيره للقطاعات الأمنية وتوجيهاته الكريمة لدعم المهرجان وإنجاحه. والشكر لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الذي أعطى لهذا المهرجان صياغته ومضامينه التي ترونها، فقد تابع ويتابع يحفظه الله كل جوانبه وتطلعاته المميزة هي الحافز للعمل والإنجاز والإبداع. وأهنئ جميع الفائزين وأشكر جميع المشاركين والزوار، كانوا قمة في الحضارة في التزامهم واتباعهم لإجراءات المهرجان، وصنعوا بمشاركات مهرجانا متميزا هم جميعا شركاء فيه. وأخيرا أنقل لمقامكم الكريم صوتا يتردد في أرجاء الدهناء ويتولى في أرجاء الوطن قائلا: الإبل حضارة في وطننا، وطن الحضارة، ونحن أهل الحضارة، وأنتم يا سيدي من يواصل قيادة هذه الحضارة بحكمة وعمق ووعي. دمتم في عز، وحفظكم المولى، وحفظ الله الوطن والشعب وجنودنا البواسل على الحدود حماة الحضارة. السلام عليكم. الشعر مهما بلغ ما والله يزوده، ذكر يجي قبل ذكر الله سبحانه، سبحانه المعتلي عن وصف معبوده جل جلاله تعالى واعتلى شانه، ذكر يخلى الحسود يموت بحسوده، وشكرا يزود النعم من وافر إحسانه، وازكى سلام وتحيه منه مردوده على رفيع المقام وسابق زمانه، يقتادنا الشعر للمرقاب ونقوده، لمكرمه له وله شكره وعرفانه، شعشع شروق الأصيل ونسنس وروده، يا حي هالمهرجان وحي ضيفانه، ألبل عطايا الله اللي فيه مشهوده، في موقع حولت بالخيل فرسانه، يوم النبو تركي السدار بجهوده على ظهور المطايا وحد أوطانه، اليوم عود به التاريخ لسعوده معواد حرا شهر بالنصر جنحانه، مليكنا اللي غذاه وفتل زنوده، عبد العزيز ورباه ووسع ابطانه، سلمان راس الملوك وساسه جدوده، واللي حمى ملك ابوه وورث جدانه، ما يرسي بحكم شرع الله ويسوده غيره ولا غيره الا ابوه واخوانه، اهل العقيده نمور الدين ووسوده، عيال عبد العزيز اللي لهم خانه وحمد وريث الوفا والعز ووفوده، عيال زايد سنام المجد واركانه، تنصل معاني صباح وتعبر حدوده الى تميم المكارم وسط ديوانه، معقود تنبثنا بالكف ممدوده ليمين قابوس واليمناك يا عمانه، حنا خليج العرب وابناه وجنوده، لا عوده للصحيح وما الميزانه. يقول عاش جيش المملكة، عاش الحرس رمز البسالة والصمود، عاش سلمان أخو نوره، عاش كل حر يضيم ولا يضام، وعشت يا أغلى شعوب الأرض في أطهر وطن فوق الوجود، وعاش كل وعاش وعشت يا شعب الخليج اليعربي من البحر حتى العدام، وعشت يا شعب اليمن شعب المدد برعاية الرب الودود، وعشت وعاش كل تراب أرض فيه عذ المسلم ولا أقام، والله إنا يا وطننا، والله إنا يا وطننا لو حطبنا لك جماجم من وقود ما وفينا ربع حقك، يا غرام قلوبنا ضناها الغرام.
وفي نهاية الحفل ودع جلالة الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين، وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة والحفاوة وحسن الاستقبال.